السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل إلى الدرس الأنشطة الإملائية من علامات الترقيم الفاصلة. طبعا نقوم بحل الأسئلة كما تعودنا. هنا كيف رسمت الفاصلة المنقوطة؟ رسمت فاصلة وتحتها نقطة، فاصلة وتحتها نقطة. ما الفرق بين الفاصلة في الرسم؟ طبعا الفاصلة المنقوطة تكون فيها نقطة، والفاصلة تكون فقط فاصلة بدون نقطة. الآن ننتقل إلى هنا. أتأمل موضع الرسم الفاصلة المنقوطة ثم أكمل الجدول التالي. عندنا هنا الفاصلة المنقوطة، بعدها لأن، فنكتب لأن. هنا فاصلة منقوطة بعدها لأنه، فنكتب لأنه. هنا فاصلة منقوطة بعدها كي، فنكتب كي. فعندنا ترسم الفاصلة المنقوطة قبل الكلمة التي تدل على التعليل، مثل لام التعليل، كي، حتى. ولأن ولأنه. الآن ننتقل إلى أسئلة الكتاب. في البداية عندنا هنا ضع الفاصلة المنقوطة في مكانها الصحيح. أتعلم العلم النافع لأنفع. الفاصلة المنقوطة تكون هنا. تبدو الشمس والكواكب الأخرى وكأنها تشرق وتغرب. عندنا بعد تغرب نسوي فاصلة منقوطة. عندنا هنا أما هنا تمتلك الدلافين فتحات في أعلى رؤوسها كي. طبعا هنا بعد رؤوسها نسوي فاصلة منقوطة. الآن ننتقل للسؤال الثاني. اقرأ الفقرة ثم صحح رسم الفاصلة المنقوطة. عندنا وأصبح الحاسوب بعد ظهور شبكة المعلومات العالمية من الوسائل المهمة. طبعا الوسائل المهمة هنا خطأ، نقوم بحل بالأحمر. هنا خطأ، عندنا فاصلة. التي يطلبها الإنسان، هنا عندنا فاصلة منقوطة لرخصه، هنا فاصلة. ولسهولة الوصول إلى النباتات وسرعة الحصول على المعلومات، لقد فتحت شبكة المعلومات العالمية آفاقا واسعة. عندنا هنا لا توجد فاصلة منقوطة. الفاصلة المنقوطة تكون هنا. من أجل التواصل مع العالم الخارجي والحوار مع الناس وقراءة الأخبار من أي وسيلة أخرى. كذا انتهينا من التصحيح. الآن ننتقل إلى كتابة جملتين من إنشائك موظفا فيها رسم الفاصلة المنقوطة. نكتب أساعد
أمي فاصلة منقوطة كي ترضى عني، بعدها نقطة. اتق الله فاصلة منقوطة لأن الله يحب المتقين، ونسوي نقطة. كذا كتبنا جملتين: ساعد أمي كي ترضى عني، اتق الله لأن الله يحب المتقين. كذا انتهينا من درس الفاصلة المنقوطة. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب